وحى الأغنية المغربية نعرف شوية ني صغها كيف هو الحال نعم. كيف هو الحال على 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 شبح سبح أقول سبح لأن لا دابا ما بقاش عندنا أغنية مغربية لم يبقى إلا الشبح أصبح فيها خليط خليجي كما نلاحظ لا لا هي لما نقولوا خليجي راه كاين كاين أغنية ما غاديش خليجي الأغنية الخليجية راه كاينة راه موجودة الأغنية الخليجية الخليجية طبعا لما كنقولوا لما نتكلم على الشبح واش كنشوفوا الأساتذة من علمونا اللي دازوا قبل واش ما كتسمع القمر احمر وبرد وسخون وكتسمع الفنانين كبار والشاطئ وكتسمع ما تقصي بيا وتسمع يا الله بحال هادشي اللي كتسمع دابا اذا حنا الان نتكلم عن شبح انا كنقول رحم الله يعني واحد الاسم ديال اغنيه مغربيه عصريه يقولون دائما الاغنيه الشبابيه ما كاينش اغنيه دابا كيقولوا اغنيه شبابيه الشباب ما عمره ما كان حمق باش يدير لنا هذا النموذج ديال الاغاني اللي كاين الشباب هو 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 الفيتشر ديال اللي غادي يجي اللي غادي يسير البلاد لكن الجمهور باغي هكا لا جامي لا 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 كيقولوا المسيحيين لا لا الجمهور ارغم عليه هذا ارغم عليه هذا عمر الجمهور الجمهور ملي كتلقى مطيشه خايبه وهي اللي كاينه وبصله خايبه خضره خايبه كترغم عليك ياخذها كياخذها انت كترغم على الجمهور ما يقولك الجمهور عايز كذا لا 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 ما كاينش هذا المصطلح هذا المصطلح خرجوه ناس ضعفاء وكان في واحد الفتره اغبياء الفتره ديال الثمانينات لا 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 ما كاينش هذه ناس اغبياء اللي خرجوا هذا المصطلح ديال الجمهور عايز كذا نعم ما كان العفو الحديث معك شيء الله يخليك الله يبارك فيك شكرا بارك الله فيك شكرا